أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء شهر رمضان عادة يطرح سؤال عن مدى صحة مقولة استحباب صيام 6 أيام من شهر شوال، على اعتبار أن هذه المسألة تطرح من قبل إخواننا من أهل السنة، وبالتالي ماذا يقول الفقه الجعفري، فقه الشيعي، فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام بهذا الخصوص. هناك رواية تروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. طيب، احنا حقيقة أول ملاحظة، عندنا أكثر من رواية بهذا الخصوص. الرواية الأولى يرويها الشيخ الصدوق بالإسناد عن الزهري، الزهري اللي هو أحد كبار علماء أهل السنة في العهد الأموي، معاصر للإمام السجاد عليه السلام، ذكرناه أكثر من مرة، هو أول، لعله أول من جمع أحاديث في مدرسة أهل السنة. الزهري يروي عن الإمام زين العابدين عن علي بن الحسين عليه السلام، فالسند هو خليط ما بين سند شيعي على سني. قال: وأما الصوم، يعني الإمام السجاد يقول: وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار. بالخيار يعني شلون؟ يعني يبي يصوم يصوم، ما يبي يصوم ما يصوم، مخير. فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، الأيام البيض 13 14 15 من الشهر القمري، وصوم 6 أيام من شوال بعد شهر رمضان، هذا اللي احنا نتكلم عنه، وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول صاحب الوسائل حر العاملي: ورواه الكليني صاحب الكافي والشيخ، يعني شيخ الطوسي، مرارا، يعني في أكثر من موضوع. هذه الرواية الأولى عندنا. ثانية، في كتاب الجعفريات. كتاب الجعفريات هو كتاب مروي عن موسى، عن موسى ابن إسماعيل ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. إسماعيل ابن الإمام الكاظم انتقل إلى مصر، سكن في مصر وصار عنده ذرية هناك، ففي واحد اسمه محمد ابن محمد ابن الأشعث ابن الأشعث، هذا محمد ابن محمد ابن الأشعث يروي عن من؟ يروي عن موسى ابن إسماعيل ابن موسى ابن جعفر، على أساس أنه هو أخذ 1000 مسألة، 1000 مسألة موجودة مدونة في هذا الكتاب ضمن أبواب فقهية متعددة. وهذا الكتاب يعرف أيضاً بعنوان الأشعثيات، كما يعرف بعنوان الجعفريات. جعفريات نسبة إلى إمام جعفر الصادق، والأشعثيات نسبة إلى محمد بن محمد بن الأشعث. على العموم، هذا الكلام في القرن الرابع الهجري. هذا الكتاب حسب ما يقول السيد الخوئي اللي واصل لنا واليوم موجود فيه أبواب غير مذكورة في الأصل، يعني الأصل مذكور أنه هو مكون من باب فلاني باب فلاني باب فلاني، يقول في أبواب مو مذكورة، في الآن أبواب ما كانت موجودة هنا، وفي الأصل أبواب لا توجد في النسخة اللي موجودة الآن، يعني فيه زيادة وفيه نقص، ولذا لا يطمئن بالكتاب اللي متوفر الآن، فإحنا ما نقدر نعتمد على الكتاب اللي موجود الآن. على كل حال، في هذا الكتاب يقول أخبرنا محمد، يعني محمد بن محمد بن أشعث، من اللي يروي عنه؟ يروي عنه
سهل، سهل، واحد اسمه سهل. طيب، حدثني موسى، حدثنا أبي يعني إسماعيل بن موسى عن أبيه يعني موسى الكاظم، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه يعني من الإمام الباقر قال كان أخاه، قال كان أخاه يعني منه أخاه، قد يكون منه أخاه يعني أخو الإمام الباقر مثلا على العموم، كان أخاه، مو المفروض كان أخوه، اسم كان بالواو مو بال، كان أخاه يصوم ستة أيام بعد شهر رمضان، ستة أيام بعد شهر رمضان، ويقول بلغني أنه من صامها فقد صام تمام السنة. على أساس إذا فهمناها أن أخو الإمام الباقر، الإمام الباقر يقول أخوي يعني ابن الإمام زين العابدين أحد أبنائه كان يصوم ستة أيام، وأنه صام، إذا صامها ستة أيام صام تمام السنة، يعني ثوابه ثواب كنا واحد صايم سنة كاملة. بعد عندنا كتاب آخر اسمه الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي، كتاب هو تاريخي من اسمه مبين الغارات، لكن في الرواية هذه عن يحيى بن فلان عن فلان عن فلان عن عباية عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان ثم صام ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة. هذه الروايات اللي عندنا احنا في كتبنا، هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، طبعا أنا للحين ما قلت هذه الروايات مقبولة عليها الفتوى ما عليها الفتوى، مجرد أقول عندنا احنا إذا تي روايات في روايات. ملاحظة ثانية، أهل السنة غير متفقين على استحباب ستة صيام ستة أيام من شوال. شوفوا هذا الكلام في كتاب المجموع للنووي جزء 6 صفحة 379، وقال مالك وأبو حنيفة يكره صومها، مو بس مو مستحب، يكره صومها. قال مالك، طيب ليش مكروه؟ قال مالك في الموطأ، كتاب الموطأ، وصوم ستة أيام من شوال لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. إمام مالك، إمام مالكية، ما شفت أحد من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك، لا تصومون، ما يحببون أن أحد يصوم ستة أيام، ويخافون بدعته. يعني ليش مكروه؟ مو مكروه أصلي، مكروه لأنه وكأن مقولة هكذا ظهرت ولم تثبت عن رسول الله، ويخافون أن تصير تحولت إلى ماذا؟ إلى بدعة منسوبة إلى الدين إلى آخره، والناس يقومون يصومون على أساس أنه مستحب شرعي وهو في الأساس شيء مخترع، فيقول لا لا تصوم. وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منهم. فش يصير 30 يوم رمضان أو 29 زائد 6، يصير خلاص الناس ملتزمين بهذا الشيء. لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، يعني أهل العلم لو سكتوا قالوا كيفكم بتصومون صوموا، ما تبتصومون ما تصومون، بمرور الوقت شي يصير، يصير كنا جزء من الدين ويصير شيء لازم، مثل ليلة الرغائب مالتنا احنا برجل، الناس مسوينها كأنه هو شيء من الدين وهو بدعة من البدع. ورأوهم يعملون ذلك. هذا كلام مالك في الموطأ. إذن هاي الملاحظة الثانية، ما في اتفاق عند أهل السنة، بل هناك من كان يحارب هذا الشيء. ثلاثة، المحدث الكاشاني يعلق على الرواية الأولى اللي ذكرناها، يقول أو الثانية، يقول ليش الإمام زين العابدين، رواية الزهري، ليش الإمام زين العابدين عليه السلام قال كيفك بتصومهم ما أنت بالخيار؟ إن هذه الأيام لما كانت
مما يستحب فيها الصيام عند العامة، طبعا شفنا أنه مو كلهم، وأنه صيام الترغيب والسنة، والترغيب والسنة عندهم، في ناس يحثون عليه صوموا مثل ما تشوفون بهذا الزمن دائما رسائل تي وكذا، ذكره عليه السلام وعبر عنه بالتخيير، يعني كأنها رسالة. الإمام زين العابدين شو يقول؟ يقول لا ترى هو مو مستحب، هذه أيام عادية بتصومها صومها، ما تبي تصومها ما تصومها، وعدم ردا عليهم فيما زعموا من استحباب صومها. هذا رأي المحدث الكاشاني وممكن يناقش في هذا الأمر، لكن مجرد حبيت أن الملاحظة الرابعة، ما هي الفتوى؟ سيد السيستاني حسب الموقع، هناك سؤال موجه إلى مكتب السيد السيستاني، هل ورد استحباب صوم 6 أيام من شهر شوال؟ الجواب، الروايات الدالة على استحباب صيام 6 أيام من شوال مثل الروايات اللي قريناها قبل شوي، غير نقية السند، يعني من ناحية السندية عليها إشكالات، ومن أراد الإتيان بها رجاء، يعني رجاء المطلوبية، يعني مو ثابت إنه مستحب، متتابعا 6 أيام وراء بعض أو متفرقا، هالأسبوع يومين الأسبوع اللي وراء يومين وهكذا، فليبدأ فيه. متى يبدأ الصيام؟ ثاني يوم العيد؟ يقول لا، فليبدأ فيه بعد مضي 3 أيام من يوم العيد. فإنه ليش؟ شو السر؟ احنا نعرف العطلة عندنا 3 أيام، العيد مرات 4 أيام مرات 5 أيام، بس العيد هو كم يوم؟ هو يوم واحد، إما يوم 10 ذي الحجة وإما 1 شوال، صح ولا لا؟ يوم واحد. ليش الثلاثة؟ فإنه ورد في بعض النصوص المعتبرة النهي عن الصيام بعد الفطر 3 أيام، في روايات تقولها. ليش؟ معللا أنها أيام أكل وشرب، هذه أيام الله يحب يشوفك شنو؟ فاطر، تاكل تشرب، فلا تصومها. إذا ناوي تصوم برجاء المطلوبية 6 من شوال، بعد متى؟ إما بتاريخ 4 أو بتاريخ 5، يعني في احتمال أنه يفهم يوم العيد بعدين 3 أيام بعدين تاريخ 5، أو العيد بعدين يومين تاريخ 4، واضح؟ خنشوف مثل الروايات. شيخ الطوسي عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: لا صيام بعد الأضحى 3 أيام. بعد الأضحى يعني كم يوم لازم؟ يفضل أنه 4 أيام. ولا بعد الفطر 3 أيام، يعني يوم 5 إذا ودك تصوم قضاء، ودك تصوم مستحب، يوم 5 فما بعد. إنها أيام أكل وشرب. الرواية اللي وراها عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر، بعد عيد الفطر يوم 2 و3، أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما. ما عن الشيخ الصدوق، شيخ صدوق عفوا، عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا، يعني مستحب، إلا بعد 3 يمضي. واضح؟ الآن واحد قد يفهمها يوم 4، واحد قد يفهمها شنو؟ يوم 5 من شوال. اللي يبي يصوم مستحب ذاك الوقت يصوم مستحب، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.